بكم في حلقه جديده من برنامجكم خير البلاد. في هذه الحلقه غادي ناخذكم مجال الترابيس تجيب اسفي، المنطقه اللي كتوفر على اكبر احتياطي في افريقيا ماده القبس. مراحل الاستخراج والانتاج هو موضوع هذه الحلقه. 50 كيلومتر هي المسافه اللي كتبعث مجال الترابيس تجي عن اسفي المدينه في الحدود بين عبده وحمر. هذا المجال هو امتداد للتضاريس عباره عن احجار كلسيه كتضم احتياطي من القبس كيتقدر 5.5 مليار طن. هذا الشونتي هذا تنجيبو الدي سيس تديكابينا المنطقه اللي بغينا نخدموا فيها الاكستراكسيون ديال القبس. تيبانوا لنا بحال الوليدات تيخرجوا اولاد، تنقولوا حنا اولاد ديال القبس. هذيك البلاصه اللي انت تشوفها القبس تنجيبوا واحد السيد المكلف بالمنطقه تيشدها تيحفر لنا هذيك المنطقه، وتيجي السيد المكلف بالبارود تيعمر لنا هذيك المين وتنشعلوا تنبداو الاكستراكسيون ديال القبس. وتجي لك بوكلان وتراكس تيشارجيو في شاحنات وتندوهم للبلاصه اللي بغينا الكونكاسور وتنصيفطوهم ديريكتومون للوزين. العمل داخل هذه المقالع كتحكم فيه بعض الشروط اللي كيتضمنها دفتر التحملات، كيراعي مجموعه من الامور: مراحل الاستخراج قبل البحث عن الوليدات اللي كيبينوا تواجد القبس موكول الفريق، كل واحد ومجال تخصصه من التهراس والتخراج حتى شحن الحجر. الاشتغال داخل الجبل كيكون بطبقات، والهدف هو تيسير سهولة العمل بالنسبة للآليات والعمال وتفادي المخاطر. استغلال مثل هذه المقالع كاين اللي كيخدم على توفير الأحجار ديال القبس، وكاين اللي كيقوم بالتصنيع من خلال التجفيف ثم الطحن. على سبيل المثال، هذه المؤسسة الصناعية اللي قام خير البلاد بزيارتها كتصارع جميع المراحل ديال الإنتاج من محطة الاستخراج حتى الوصول للمستهلك، والقدرة الإنتاجية ديالها كتوصل لنصف مليون طن سنويا. مسلك المراقبة واحد من ركائز ضبط جودة المنتوج. ملي كناخذوا هذه المادة ديال الجبس كنقوموا أول حاجة هو بالطحن ديالها، كنهبطوا ليها لا غرانيلومتري ديالها، داكوغ. من بعد كنقوموا يعني كندخلوها للفرن باش كنحيدوا منها الاش دوزو حيت فيها الموليكول ديال الاش دوزو. من بعد عاوتاني كنقوموا بالطحن ديالها باش كنخرجوا هذيك لا فيناس اللي كيبغي الزبون. كاين المنتوج اللي خاص بالجبس التقليدي اللي كيستعمل السقف وكيستعمل تزيين المنزل، وكاين عندنا الجبس اللي كيستعمل المرطوب، الجبس اللي كيب آلة الرش اللي كنستعملوا كمرطوب تعويضا كيعوض المرطوب مثلا ديال السيما. ديال البرودكسيون ديال اليوم شحال عطاتي ديال البارح؟ ديال البارح 100 والحمد لله هو منتوج اللي عنده فوائد كثيره جدا اللي خصهم يعرفوها من الناس، انه ايكولوجيك، يعني كيكون ايكولوجيك، يعني المنزل اللي فيه المرطوب الجبس كتلقاه تبارك الله يعني ما فيهش الرطوبه. الجبس هذا المرطوب ديال الجبس كيابسورب هاد ليميديتي، وملي كيكون الجو سخون كيديغاجي الاش دوزو ديالو، يعني كيخلق واحد الجو جميل في المنزل، واحد الراحه للساكن، وهذه حاجه مهمه جدا. زائد بانه اقتصادي لانه ما كيكونسوميش الانرجي بحال مثلا الاسمنت، زائد انه يعني اقتصادي يعني حتى التكلفه ديالو قليله. انتاج القبس في سيتيجي كيتوزع به الاشتغال بشكل شبه عصري من خلال هذه الافران التقليديه داخل المقالع ثم بتقنيات عصريه وحديثه باش تستجيب لمتطلبات السوق، كيف ما هو الحال مع الوحدات الصناعيه اللي كاينه في الاقليم واللي غدا وكتزاد ومعها الطلب على القبس كذلك.
التيجي والقبس كاينه علاقه بيناتهم بطبيعه الحال ياك؟ التيجي هو المنبع ديال الجبس هنايا في المنطقه كامله وفي المغرب، واجود الحجر ديال القبس كاين هنا في المغرب، واكبر احتياط ديال الجبس في افريقيا كيتواجد هنا في سي التيجي. يعني سي التيجي غنيه بالجبس والتصنيع ديالو وكل شيء، يعني جهه اس في مراكش هي المصنع ديال القبس. تقدر توضعنا في صوره يعني كيفاش كتخدموا نتوما، كيفاش كتستخرجوا هذا القبس، يعني شكون اللي كيتكلف به، كيفاش كيتخدم؟ خاصنا نجبدوه، يعني كيفاش خاصنا، شنو هما الوسائل اللي يمكنوا لينا باش نجبدوه؟ كنجبدوه بعد اولا خاصنا كومبريسون طرقه باش نهرسوا هذاك الجرف نطيحوه عندنا. كيف ما كتشوف كاينين بوكلانات تراكسات هما اللي كيساعدونا باش نهرسوا باش نشارجوا في الكاميوات، ويمكن لينا كنعطوه الوزينات كيخدموا به وكنخدموا به تحنانيت. عندنا فراينات اللي كنديروا قبس بلدي. الطريقه باليه مثلا اللور يعني كاين اللي كيخرق، يعني شنو هاد التكراك؟ يعني مثلا اليد العامله دابا الا ما خرقوش ما يمكنش لينا نطيحوا هذاك الحجر، هذاك الحجر كعمروه بمواد متفجره هي اللي كتساعدنا باش نهرسوا هذاك الجبل. كنخرقوا المره الاولى كيطيح الحجر، ملي كنشعلوا كيطيح الحجر، كتجي البوكلان كتهرس هذاك الشيء، الحجر كتهرسو مزيان. من بعد كيجي دور التراكس كتشارجي كتعطي الكاميو كيدي الوزينات كيجيب لينا حنا. هذا الشيء كيجرني باش نسولك على هذه الانواع ديال الحجر، كيفاش يعني بطبيعه الحال كاين دي كاتيجوري، كاين اصناف ياك؟ القبس كيتكون من بزاف الاصناف، حنايا عندنا هنايا في سي التيجي كاينين اجود الاصناف. مثلا المسميات اللي كنسموهم حنايا، عندنا الابيض وعندنا التريي وعندنا الخمل. الابيض هو احسن واجود سميتو عليه القبس. مثلا القبس بصفة عامة كيتكون من كربونات الكالسيوم، ونسبة المياه كتختلف فيه. هذيك مثلا هذيك الخملي كيكون فيه حبيبات رملية بزاف، كيكون كثير، يعني ما كيكونش صالح مزيان ولكن كتعاون به، مثلا كتعاون به الخدمة. والتري كيكون قاسح شوية، أما البيض ما كيستهلكش الحرارة بزاف، كيطيب دغيا. هو اللي كيكون مطلوب بطبيعة الحال في السوق أكثر ياك؟ البيض تقريبا نقولوا هنايا اجود الحجر، يعني ما تلقاش في شي بلاصه اخرى من غير هنا في سي التيجي. سي التيجي يعني كيتوفر بكثره، وهو اجود يعني حتى سميتو الكاليتي من بعد ما نخدموا به حنايا نخرجوه ونعطوا. البيض هو اللي مطلوب عند الطب، يعني بزاف كيتصدروا على برا، كيمشي تقريبا كاين شي وحدين في مراكش كيخدموا به. البيض هو اجود الحجر هنايا في سي التيجي حاليا، والتري حتى هو قريب ليه. مثلا فرينا شنا ملي كنا في الطريق ديالنا بان بزاف هاد الفرينات، كيفاش الطريقه ديال الخدمه ديالهم؟ بات لي تقليديه، يعني بلاش كان كاين مجهود كيتبدل باش تصاوب بعد هذيك الفرينه. الا بغيتي توصل شي حاجه ضروري خاصك تخدم 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 مزيان، وهنا هاد الناس اللي خدامين في سي التيجي يعني كيضربوا تمر على اللقمه ديال العيش ديالهم، والحمد لله هما اللي كبروا اجيال واجيال. والفراينه راه ماشي ساهل اي واحد يجي ويدير فراينه ويخدمها، يعني خاصك يكون عندك بزاف الحوايج اللي خاصك يخولوا لك باش نتايا دير هذاك القبس وطيبه في واحد الجوده. يعني مثلا الا فات درجه الحراره ما كيبقاش صالح. ثم باش كتضبطوا درجه الحراره يعني داخل الفرينه؟ حاول توضح لنا الصوره. يعني المره الاولى كيطلع الفران، مني كيطلع كندير عطوه العافيه كيطيب بالعود، من بعد كنبقاو كنراقبوه كنقلبوه، يعني حنايا كنشدوا الحجره كنقلبوها كنعرفوه راه طاب وصل واحد المستوى ولا ما وصلش. يعني حنا دابا ولات عندنا الخبره ديال هذاك الشيء. شفنا هاد المراحل ديال الاستخراج، شفنا التخراج، شفنا التهراس، شفنا توصلنا يعني هذاك المنتوج النهائي. مثلا تقدر تقول لنا الصوره كيفاش كيتم البيع ديالو، ولا نتوما ولا غيركم؟ عندنا كليان فهمتي، مثلا دابا كيجي عندنا مول الكاميوات هما اللي كيجيو يشارجوا، يعني كيدير مع مول القباص كيبيع لي داك المنتوج، كيجي عندنا حنايا كنعطيهم المنتوج ديالنا. يعني عندنا مقبول فهمتي، يعني مثلا على مدار السنه ديما جايين عندنا الكليان كيجيو يشارجيو مع عندنا القبس. سي التيجي هذه سنوات مرتبطه بالقبس، وانت بنيس انت من الساكنه ديال سي التيجي بطبيعه الحال، يعني نقدروا نقولوا مثلا مازال هذا القبس يزيد يعاون الساكنه ويعني يكون واحد العامل مساعد في العيش ديالهم. يعني القبس راه هو المصدر القوت ديال هاد الناس، الا ما كانش هاد القبس راه نعمه عطاها عليهم الله سبحانه وتعالى. نفسي تيجي كانني واحد من هاد الناس، راه هذا هو المصدر العيش ديالي. يعني نقول لك واحد تقريبا واحد 90% الناس اللي ساكنين هنايا خدامين في القبس،
ممكن شي واحد هنايا وباه ولا ولده ما خدمش هنا، يعني هذا هو مصدر العيش ديالو. حتى الاستثمار في السنوات المقبله كاين شركات اللي بدات كتخدم على القبص وزادت استثمارات كيف شفنا في الروبورتاج. سي الرحموني تبارك الله عليك. تيجي شرفات على النهايه ديالها، نتلاقاو في منطقه اخرى، موضوع اخر، في امان الله.